قاعدين نتناقش توا إيه عقيل على طار النقاشات، وايد قاعد تصير نقاشات على مواضيع. عقيل سولف اليوم سناب عن موضوع وايد حلو، ف تونا تعرفون اللي قاعدنا نحس انه قبل سنة ونص تقريبا سنتين كانوا شنو يقولون؟ كانوا يقولون لما كنا فريندز انا وعقيل، كانوا يقولون واضح يحبون بعض، مبين يحبون بعض، شكلهم بيتزوجون، والله بيتزوجون، راح تشوفون. لما تزوجنا لما تزوجنا زين خلينا نكون واقعيين، راح احط براسك سيم سيم ماشي خل شعري والله مثبته العشايب، بغيت اسوي لقطه هذه اللي كذي ولا اشوف شيء كذي وقاعد يطيحون اصلا ثلاث مرات طاحوا كله شوك شوك على سيم، ما خلى شيء ما قال على راسي. اوكي كمل الموضوع. انزين انا اسف وين كنا؟ ما ادري والله. اي بعد إيه؟ سنتين او ما شنو قالوا ما شنو. انزين خلينا نكون واقعيين صدق، يعني الحين سنه صارت. اوكي سنه وشوي. لو تو قاعد اقول حق عقيل لو صخرتين عايشين مع بعض، لو صخرتين عايشين مع بعض راح يحسون بمشاعر اتجاه ويحبون بعض. يعني قاعد اسمع تعليقات مو منطقيه. الحين صار لنا سنه احنا ويا بعض، شلون تمثيل؟ يعني معقوله خلال سنه؟ يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه، ثانك يو سو ماتش حبيبي. يعني شخصين عايشين مع بعض صار لهم سنه، معقوله ما في مشاعر؟ زين ما تعلقوا ببعض لكم الطوفه؟ يعني الطوفه يعني لو طوفه كان حسيت كان يعني ما ادري ايش اقول والله. واحس ان يعني ما ادري احنا يمكن احنا لان بس قاعدين ايه ملكل احنا لان بس قاعدين نوريكم الاشياء الحلوه بحياتنا، يمكن علشان كذي. بس ما قاعدين نقول لكم ان حياتنا بيرفكت، حياتنا ورديه ترى. عقيل خله وين كانت؟ عطني شو وايد قاعد تتعبث اتعش طاوله تعبث ما ادري بس عاد بالحب وديك سوشي كلب بعشيك وبعدين بيبك بروح جمعيه بعدها هني سناك وبوب كورن موفي نايت ونطالع موفي على حسب اختيارك. المره طفت ما انا اخترت، تبينا نختار بعد؟ قولي لهم سالفه ان انا قاعده اتابع مسلسل بنتفليكس وشنو صار. ابوي قاعد يطالع مسلسل زين وايد مندمج فيه، وصل للحلقه السابعه خلال يوم ونص. اوكي فجاه ولا يوقف، كان يقول لي فرح انه تاكد اي هذه الحلقه الاخيره ولا شنو بالضبط في تكمله، لانه يعني انقطع فجاه 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 انقطع. كان يقول لي شوف الجزء الثاني ينزل ولا لا، في جزء ثاني في شيء. كان قاعد اسوي سيرش زين ولا طلع هو قاعد يشوف مسلسل الجزء الثاني، هو مبلش من الجزء الثاني، الجزء الاول ما شافه. شلون كذي صار؟ شلون كذي سويت؟ وانا اشوف فلاش باكات، انا على بالي فلاش باكات بنفس الحلقه، طلع فلاش باكات مال. انت ما حسيت ان الاحداث لها اشياء قديمة؟ هو شيء تاريخي فعلى بالي انه يعني فلاش ما حسيت انه شيء مو منطقي؟ شوية حسيت يعني في شيء ناقصك؟ ما ادري انا ما، والمشكلة ان الحين الحلقة الاخيرة مرتبطة بالسيزون 1. اتخيلوا يا صبر الارض شلون شي سويت؟ هديت هذا المسلسل، دشيت يوتيوب، استحيت على نفسي دشيت يوتيوب. عقيل شعري بروح اليوم ما عجبني خلاص. شلون فرح تسوي من هني لهني؟ وايد يقولوا لي سوي توتوريال، بس يعني احس انه مو انا اصلا مو ضابطه العشايف عدل يعني، بس انه سهل تعلمت بروحي قبل سنه ما ادري سنتين. بس بوريكم انا من البيت اللي طاف من السنه طافت، قاعد اقول لكم بسوي لكم توتوريال العشايف ليه ما سويت. موسم جمعيه نبي ناخذ قهوه عربيه وكل الاشياء اللي نحتاجها وبنروح حق الموفي نايت. احس ان هذه احلى لقطه بالنسبه لي انا وعقيل لما نجاب التلفزيون، او مرات ما نجاب التلفزيون، مرات شي نخلي الموفي نايت على الايباد. هذه احلى لقطه بالنسبه لنا.
بس ليه ما اخترت فيلم دزول فيلم يا جماعة؟ أحس إن أبي شيء هالمرة نشوف شيء على ذوقكم، أبي شيء رعب، أحب هالأفلام أو مو لك رعب، أبي شيء يكون تعرفون اللي سايكو شيء شيء يعني يخليني أفكر وما أدري شنو، فهمت الأجواء؟ عقيل هذا الشيء راح يخليني أطبخ كيوت جيب حلو حق صالتنا مو الصالة هذا حق دبليو سي حق إيه حق الدبليو سي اللي بالصالة بيبي روخ بداية حبك حق عقيل الرئيسي أوكي I'm not gonna say anything